كل التحيات لكم أصدقائي المشاهدين بلبنان وبكل العالم عبر فضائية تلفزيون لبنان. مرحب فيكم لحتى نحن وأنتم نتابع حلقة تعتبر مش مسبقا بدي أقول من الحلقات المهمة، لأن الرجل المعني فيها من خلال كل مرة منلتقي معه منشعر بواقعية ترجمتها السعي لإضافة كتير من القوانين يلي نحن منحتاجها. وقت يلي منتذكر بكثير من المرات التقينا معه بكل مرة بحاول أن يكون متفائلا ويبدو كذلك، ولكن منطقي وواعي وواعد لحتى يقول دايما العبرة بالتنفيذ، مش مهم نحن نصدر القانون. ولكن نحن وأنتم اليوم رح نكون معنيين بشيء مهم جدا، وسبق وحكي عنه وزير صحة سابق وحاول قدر المستطاع أن يواكب كل التشريعات يلي بتخليه يقول رح يوصل لترجمة مع المدة يلي حددها، ولكن لم تجري الرياح مثل ما اشتهت السفن معالي الوزير آنذاك. ضيفنا اليوم منرحب فيه لأنه من خلال واقع المركز اللي هو فيه بيسعى دايما لحتى يكون حد الناس، لحتى يحميهم، لحتى يكون إلى جانبهم، خاصة وقت اللي بنقول ما بقى فينا نعطي الهم بعد اليوم من أي حالة صحية تدعونا إلى الاستشفاء، ما بقى فينا نكون ذليلين على أبواب المستشفيات. ومع كل التقدير لضيفنا نروح ندق باب نايب أو وزير أو مرجعية أو رجل مقتدر لحتى يسمح لنا نقدر نفوت نتحكم بالمستشفيات. مع سعادة الدكتور عاطف مجدلاني رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب نبدأ حلقتنا اليوم لحتى نحكي عن البطاقة الصحية الإلزامية لكل اللبنانيين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ نولا. بيكبر قلبنا بالمشاهدين، بيكبر قلبنا دكتور عاطف وقت اللي بنشوفك عم تركض شمال يمين. لا هيدا هو واقع لحتى نقول أنت عم تسعى لحتى تقدم لكل الناس، دايما نحن معك عم نتابع، ولكن المستجد بواقع البطاقة الصحية كيف ممكن توضع الأصدقاء المشاهدين فيه لحتى نكون إلى جانبهم ونخفف شيء من المعاناة؟ هيك بداية يعني خلينا نحط المشاهدين أمام واقع الأحوال اليوم الصحية اللي. والشعب اللبناني كيف عم بيتغطى صحيا. عفوا، الشعب اللبناني اليوم إذا بدنا نطلع على موضوع التغطية الصحية الاجتماعية فينا نقسمه لأربع فئات، بعتقد كنت حكيت عنهم معك بمقابلة سابقة. نعم. الفئة الأولى هي فئة الموظفين الدولي والعسكر والأمن الداخلي والأمن العام، قوى الأمنية كلها. نعم. قوى الأمنية كلها مع موظفين الدولة اللي بيشكلوا تقريبا 21% من سكان لبنان. نعم. هن عندهم تغطية صحية وعندهم معاش تقاعدي مدى الحياة. الفئة الثانية هي فئة الناس المضمونين ضمان اجتماعي، يلي الإنسان بيضل مضمون طالما بعد ما وصل لل 64، بس يوصل لل 64 بيروح على التقاعد بيعطوه تعويض نهاية خدمة 30-40 مليون للمعدل تبعه، ما بيكفوه فوتة مرة أو مرتين على المستشفى، بعدين بيقولوا له نعم ما بقى نتعرف عليك. أوكي. وما بقى حدا يتعرف عليك، بيتركوه بالفلا، بيكون هو بصار بأمس الحاجة للخدمة الصحية. الفئة الثالثة هي فئة الناس يلي إما عندهم تأمين خاص مقدرين، يعني عندهم القدرة قادرين يدفعوا مصاري ويأمنوا حالهم تأمين خاص، وأما بفوتوا على صناديق التعاضد. نعم. وهدول هن تقريبا بحدود 10%. نعم. المضمونين بشكله 30-32% من سكان لبنان. أوكي. التأمين الخاص والصناديق التعاضد شي 10-12%، بيبقى حوالي 40% إذا أو 45% من الشعب اللبناني ما عنده أي تغطية صحية، عم بيروح عند وزارة الصحة يلي عم بتأمن له الدواء للأمراض المزمنة والأمراض المستعصية. نعم. وعم بتأمن له الاستشفاء. نعم. قد ايه مثلا قد عم نحكي عن عدد مليونين لبناني ولا اكثر؟ تقريبا بين 1,700,000 ومليونين. نعم. يعني حسب كيف بدك تعد اللي بيتسربوا من الضمان الاجتماعي اللي بيطلع على تقاعد. نعم. شو يعني، هل بيكون عنده شيء ثاني او بيروح على وزاره الصحه حسب يعني. اوكي. المهم
طيب وزارة الصحة عم بتأمن تقريبا لنص الشعب اللبناني الدخول إلى المستشفى ولا؟ نعم. ولكن كيف عم بيصير هذا التأمين؟ وزارة الصحة تتعاقد مع مستشفيات خاصة والمستشفيات الحكومية، نعم، على أساس شيء اسمه سقف مالي. نعم. يعني المستشفى إكس بتقول لوزارة الصحة أنت إليك 10 مليار بالسنة. العشرة مليار بدهم يقسمون على كل شهر شهره، وهدول العشرة مليار بس يخلصوا المستشفى ما بعود فيها تقبل وبتبلش المشاكل هون بتبلش ولا المشاكل. أي مريض نعم. تنقول العشرة مليار بيعطوا 100 مليون بالشهر، نعم، المئة مليون المستشفى بتصرفهم على حالات على مرضى وزارة الصحة خلال 20 يوم، اخر 10 ايام من الشهر ما بقى في مصاري، بيجي المريض بده يفوت على المستشفى، المستشفى بتقول له والله سوري بس انا وصلت للسقف المالي ما بقى في عندي اسره على حساب وزاره الصحه. اوكي. وهيدي القصه هي عم بتكون ذريعه عند بعض المستشفيات حتى يستغلوا المريض، وساعتها المريض بيوصل على المستشفى، المستشفى بتقول له ما عندي تخت على حساب وزاره الصحه، ببلش بقى يتلفن ساعة للوزير ساعة للنايب ساعة بيربح جميلة الناس، تنزل بينهان تنزل كرامته على باب المستشفى حتى يقدر يأمن تخت يفوت يتحكم. بس انت نايب عم تحكي هيك، يعني انت عم توصفها بواقعية انه المواطن بده ينذل. طبعا 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 عم بيصير في حالات ذل للمرضى على ابواب بعض المستشفيات. نعم. لانه ما عم بيكون في لهم اسره على حساب وزاره الصحه. انطلاقا من هون، نعم، نحن قلنا لازم يكون في تدبير اخر. نعم. لازم يكون في اليه اخرى. أوكي. لتقديم ما تقدمه وزاره الصحه بشرط انه نحفظ فيه كرامه الانسان، نحفظ له صحته ونعطيه افضل خدمه ممكنة حتى يكون بصحة جيدة. أوكي. ويقدر يتحكم. هذا الموضوع خلقت موضوع البطاقة الصحية مع حكومة الرئيس دولة الرئيس فؤاد السنيورة سنة 2009، وبالتعاون بين رئيس السنيورة ومعالي الوزير محمد خليفة يلي بوزارة الصحة عملوا دراسة اكتوارية، ولكن الظروف ما قدرت تخليهم يكملوا بموضوع البطاقة. نعم. الصحية. جينا نحن طبعا استفدنا من الدراسة الاكتوارية اللي عملتها وزارة الصحة، وعلى أساسها نحن عملنا تقدمنا باقتراح ككتلة تيار المستقبل، تقدمنا باقتراح البطاقة الاستشفائية يلي هذا الاقتراح اللي تقدمنا فيه من 8 أشهر نعرض على لجنة الصحة. لجنة الصحة عملت له لجنة فرعية، عملنا 10-12 اجتماع حتى، وبعدين رجعنا للجنة الصحة حتى قدرنا وفقنا عليه. ساعدتك رئيسة نعم أنا كنت رئيس لجنة الصحة، يعني أنا رئيس لجنة الصحة وكنت رئيس لجنة فرعية. فالمهم أنه اشتغلنا. أوكي. بأسرع وقت حتى قدرنا خلصنا هذا الاقتراح. لوين راح من لجنة الصحة؟ هلأ بده يروح على لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة. ليش بده يروح الإدارة والعدل؟ سؤال. الإدارة والعدل دائما كل القوانين بدها تروح على الخلال، لأنه حتى يشوفوا النصوص إذا مطابقة للقوانين أو في خلال. نعم. أو شيء. ولجنة المال والموازنة لأنه موضوع البطاقة في بدل مالي، في أمور مالية. بدل مالي بده يدفع المواطن المريض، بده يدفع المواطن طبعا. اشتراك سنوي؟ اشتراك سنوي هلا بنحكي فيه. أوكي. فلذلك بيروح على لجنة المال والموازنة. أصبح هيدي البطاقة الاستشفائية أول شيء شو بتغطي؟ بتغطي. نعم. الأدوية. نعم. بتغطي الاستشفاء. نعم. بتغطي غسيل الكلى بشكل مجاني، و في إمكانية بعدين حطينا بالقانون إمكانية إنه نزيد هذه التقديمات حتى نقدر نعطي مثلا المريض خارج المستشفى. هدول هلا الامكانيات كلها امكانيات داخل المستشفى، اما خارج المستشفى هذه البطاقه ما بتفيد المريض. نعم. بده يدخل على المستشفى، ولكن يعني. ممكن نعم بيدخل على المستشفى يعني ما بيدفع شيء، بيدخل على المستشفى. هلا
اللي بيستفيد من هيدي هو كل شخص ما عنده ضمان صحي عام إلزامي. يعني منه بالضمان، منه بالتعاونية، منه بالدرك، منه بالجيش، منه بالكلية. إذا عامل أسيرانس. إذا عامل أسيرانس بيقدر يفوت على هذا النظام. بيقدر. هلا هذا النظام كيف بده يشتغل؟ هذا النظام بده يشتغل رح يكون في هيئة، هيئة مؤلفة من رئيس وخمس أعضاء بوزارة الصحة تابعين مباشرة لوزارة الصحة. وبدهم يتعاقدوا عبر مناقصة، بدهم يتعاقدوا مع شركة من شركات الخدمات الصحية تي بي اي بيقولوا لها، يلي هي بدها تكون مشرفة على التنفيذ. الهيئة هي بتقيم، هي بتحط الخطوط العريضة، بتحط الرؤية، إنما التنفيذ على الأرض بيكون لهذه الشركة الخاصة. هون عم بيكون في تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. هذا لأول مرة، يعني لأول مرة عم بتصير. هلا هيدي البطاقة رح تكون هي يعني شبه بطاقة تأمين خاص، وهيدي البطاقة تمنها رح يكون تقريبا بحدود حسب الدراسة الاكتوارية اللي انعملت واللي جددناها نحن بحدود $100 بالسنة للشخص، للشخص الواحد. يعني إذا عائلة فيها سبعة من أشخاص بدهم يدفعوا $700. هلا بالقانون حطينا تسهيلات لهذا الموضوع، وخاصة بموضوع العائلات الأكثر فقرا، واللي في لهم برنامج خاص بوزارة الشؤون الاجتماعية. ونحن كنا اتصلنا بمعالي وزير الشؤون الاجتماعية، الوزير أبو فعور كان حينا، ووزارة الشؤون الاجتماعية ما عندها أي اعتراض أو أي مانع على تغطية هؤلاء حتى يقدروا يحصلوا على البطاقة الاستشفائية. طب أصبح المولود جديد معالي، إن شاء الله تصير معالي الوزير، المولود جديد ممكن فورا بس يخلق بنعمل له بطاقة صحية وندفع له $100 ولا هون في تغطية خاصة؟ لا، المولود لحد عمر السنة بلاش، ما بيدفع شيء. يعني بيو أو أمه بيكون معه بطاقة وبيتحكم على بطاقة أمه أو والده. أما الأولاد الأكبر سنا لا، بدهم يكون عندهم مساهمة اشتراك. هلا هيدي البطاقة عم تلغي ما يسمى السقف المالي اللي حكينا عنه بالمستشفيات، وهذا السقف المالي يلي بعض المستشفيات انها بتستعمله ذريعة حتى ترفض دخول المريض على حساب وزارة الصحة. كيف بده يصير فينا مثل ما صار وقت الضمان الاختياري، دفعنا على اساس نغطي وشفنا انه هيدي ما عم تغطي. لذلك نحن حاطين انه اللي بده يفوت مجبور يفوت من هلا لسنتين، معه سنتين حتى يفوت على اليوم في بلش يعني ولا كيف؟ لا، من عندما يصدر القانون، من نهار صدور القانون بسجل. يبدا الالتزام بهيدي والاستفاده عندما يبلش، وبس يدفع عنده استفاده للسنه لقدام، بس يدفع ببلش يستفيد. يعني ما في مده. فلذلك اليوم بننهي دور وزارة الصحة لا، هي ما هي الهيئة بوزارة الصحة. أوكي. يعني بعدنا ضمن وزارة الصحة، بس نبقى في هذا النظام على اسمه حساب الوزارة، بنصير بنعتمد بطاقة استشفائية، بطاقة استشفائية، ومبعوث في شيء اسمه سقف مالي. طيب مبعوث في شيء اسمه تخت حساب وزارة الصحة اللي هلا نحن عم يعني بنستعمله عم نعاني منه صراحة. فلذلك هيدي البطاقة عم تحفظ كرامة المواطن، وعم بتأمن له الخدمة الاستشفائية بأفضل ظروف. فهيدي شغلة كتير مهمة، وأنا بعتقد هذا الموضوع إنجاز كتير كبير عم نقوم فيه بالمجلس النيابي، وإن شاء الله قريبا يدرس بلجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة ويصبح قانون نافذ. طب سيدي الجماعة بيقولوا أنه هذه البطاقة ما بتقدم أدوية، وهون مثار اعتراض البعض. لا، ضمن هذه البطاقة في الأدوية المزمنة والأدوية الأمراض المستعصية اللي بتأمنها الوزارة، يعني عادة الخدمات اللي بتأمنها الوزارة هيدي البطاقة بتأمنها. طب اليوم نحن إذا بدك تسمح لي، أنا بدي أسألك كحكيم وكرئيس يعني لجنة الصحة والعمل والشؤون بمجلس النواب، في أدوية بوزارة الصحة بروح المريض اليوم تلاقينا مراجعة تيجي بيقولوا له خالصين معنا، هل لحالة معينة لأنه ما في توفير سيولة كافية بوضع البطاقة بيتغير ساعة النيب؟
لا ليك هذا موضوع تأمين الأدوية على يعني على ميزانية وزارة الصحة أمرار، اللي بيصير إنه بيخلص الدواء قبل ما يرجع يجي ستوك جديد. فأمرار الوزارة يمكن ما بتلحق تجيب المصاري، ما التحويلي ما بتوصل إلى بيتغير الوضع. يعني حالات هذه أسباب تقنية ولكن منها أسباب جوهرية، وهيدي بترجع الوزارة بترجع بتأمن الدواء، وهذا دائما بتصير يعني مش إنه شيء جديد. واليوم معالي الوزير عم بيسهر على هذا الموضوع حتى ما نوقع بهيك إشكالات. هلأ في إشكالية أخرى وهي موضوع خاصة بالأمراض المستعصية. بالأمراض المستعصية في أدوية جديدة بتطلع، نعم. الوزارة ما بتأمن هذه الأدوية الجديدة، الوزارة بتأمن البروتوكول المعترف فيه من الهيئات الدولية للأمراض المستعصية. إنما الدواء جديد الوزارة ما بتعترف فيه، ولذلك الوزارة ما بتجيبه، ولذلك ممكن يخلق أمرار إشكالات. إنما الأدوية الأمراض المستعصية اللي داخلة بالبروتوكولات العالمية كلها موجودة. سعادة النائب، اليوم نحن بكل إطلالاتك معنا يعني بنشعر أنك أنت عم تحكي بثقة، عم تحكي يعني بواقعية إنجاز التعبير، ولكن لا يمنع أنه نحن نسمع الآراء الثانية، الأصوات المعارضة. نعم. برأيك على شو بيرتكزوا الناس يلي بيعرضوا؟ أنا وأنت رح نشوف هلا ريبورتاج كم دقيقة مع النائب دكتور إسماعيل سكري. دايما بكل المجالات وخاصة بالقطاع الصحي بيكون له محطات من خلالها بيعتبرها ضرورية، ولكن آلية تنفيذها عم بتكون فيها علامات استفهام. صحيح. إذا بتسمح لي خلينا نشوف سؤال وبدي منك الجواب. نشوف ريبورتاج سوا أصدقائي. تقديمات النظام الصحي في لبنان للمواطن عم تتراجع، مواطن ما عنده أي تغطية، حتى اللي عنده تغطية مؤسسات الضامة عم تتراجع تقديماتها، الضمان المضمون ما بقى يفوت بأي مستشفى، حتى لما عم يفوت عم يدفع براني وهون وهون ما تعود القصة 10% فقط، اللي عم يدخل مستشفى حكومي المفروض يدفع 5% فقط من الفاتورة، عم تصير 20% و25%، وطبعا الرقابة غايبة باستمرار بل متواطئة دائما وأبدا. بطاقة الشؤون الاجتماعية للمعوقين فضيحة، من زمان عملت عنا سؤال نيابي أنا وسميتها شك بلا رصيد، ولا زالت شك بلا رصيد. طيب قانون مش قانون، هذا اتفاقية اللي بين المستشفى وزارة الصحة من أواخر التسعينات 98 باتت، اللي بتلزم أي مستشفى باستقبال أي مريض في الطوارئ وأبعاد الخطر عنه والتعاطي معه لتثبيت وضعه الصحي قبل سؤاله عن تغطيته أو شو في جيبته مصاري. وما بنسمع غير بيموت أبواب المستشفيات إذا بحلبة ثلاثة صاروا بس سنتين، ولا حدا بيخبرنا بعدين شو قصتها على المستشفى مثلا. طيب كل هالتجارب غايد من فايد. بس حتى ما أنسى كمان تجربة العظيمة سنة 99 البطاقة الصحية اللي حضر الوزير وقتها لمجلس النواب، يعني انتجت وخلصت وانطبعت وقدمها بمجلس النواب ورفع إيده وعم يبشر، كان بشرنا كنت أنا نائب عم يبشر مجلس النواب بعد أن قدمها لرئيس الجمهورية المواطن الأول. ووقت أنا أعطيت رأيي أنه هذه بطاقة لا تحمل أي قيمة تأمينية، هذه بطاقة تعريف هوية. شو تبين بعدين؟ طارت 3 مليون دولار ما خصوا الوزير فيهم طبعا، قصة تانية، وطارت البطاقة الصحية. طيب فأنا لما بستعرض هالتجارب الماضية نفس الأشخاص هم الحرس على التنفيذ هذه البطاقة. انتبه لو في تجديد وتغيير يمكن ما بيحق اللي احكي، بقول فينا نعطي مجال للتجربة، بس لما بيكون ذات الحرس الرقابي والتنفيذي هو ذاته، إن كان من مجلس النواب مرورا نزولا للتفتيش المركزي وأجهزة الرقابي، إن كان تنفيذيا لوزارة الصحة مغارة علي بابا، أنا بكون ساذج إذا بدي أتأمل إنه هاي حتتطبق كما يجب وأنا لست بساذج. هذه البطاقة الصحية لم تلحظ موضوع الدواء. دواء هم كبير، هم كبير على المواطن. هلا مع انتهاء هالسنه قريب ال 40% بالضبط 39% دراسه اللي انعملت استهلاك الدواء من الفاتوره الصحيه بلبنان، وهيدي اعلى رقم بالعالم، يعني دبل ضعف على القليله استهلاك باي دوله ثانيه. 287 دولار بالسنه بيدفع المواطن اللبناني ثمن دواء بشكل عام كل واحد، مقابل مثلا 85 دولار بالخليج، مقابل 45 بالاردن، 23 بسوريا، مقابل 30 او 32 بمصر بالضبط، يعني بس انه فوارق كبيره جدا.
طيب هيدي مهم كبير عند المواطن، الدواء وخاصه الامراض المزمنه اللي عم يستعملها. هلا راح يقولوا لي ردا على هذا الكلام، خليني احكي معلش حتى احمي حالي، ولو ما في المستوصفات المرخصه فيها بتاعت الامراض المزمنه، اسالوا المواطنين، اسال لي اياهم لشوف امتى بيلاقوا الا قليل، واحيانا بيلاقوا هالمركز او هالمركز بهذه القريه او تلك مقفل ما بيداوم دائما وكذا، والقصه كثير قايمه على صفقات وتفنيس والى اخره والى اخره. علما بانه هناك جمعيه بتاخذ 5 مليارات 4 مليارات ونص من وزن الصحه لتامن هذه الادويه. يعني بتطلع عندك الشبكه كلها مصديه مهتريه فاسده، هذا اللي بخليني شك وخاف ويكون حذر. مع ذلك جرب البطاقه طبعا حتدفع المواطن 150,000. برجع بقول الفكره مش غلط كفكره نظريه، ولكن لما بده يدفع ال 150,000 بدها تسمح مثلا لكل الاطباء انه يدخلوا بالمستشفيات الحكوميه، مش انه تصير القصه للاسف المستشفيات صارت كانتونات طائفيه بلبنان، هذه المستشفى تخص هذا الزعيم وذاك الزعيم هذاكي، وهذه الطائفه لهيدي وهذه الطائفه لهيدي، ولهؤلاء الاطباء ولهؤلاء الاطباء، استشفاء كانتونات عم يتحول بلبنان، منيح؟ نظام الصحي عم يتراجع وينهار تحت سلطه الطائفيه السياسيه والمافياويه والى اخره. مستشفى مرجع بالشرق الاوسط كان يعتبر هو او 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 دوره مستشفى الحريري، مزبوط؟ روح شوف وين صار، اقفلت اقسام مؤخرا فيه، قايمه هلا على المرضى السوريين لانه في امم المتحده عم تدفع. مستشفى الرئيس الهريري بالباع، بتمنى تروح تشوف المآسي اللي فيه والصريخ اللي فيه واللي وشو التقديمات اللي بيه. الحمد لله انه بيسموا المستشفيات باسمه. انا بقول لك المواطن بيكسب التسميات، هذه هي، وللشرف التزم يعني مبادئ وقناعاتي والتزم الدفاع عن حقوق الناس، ليوصل ليوم تعرف الناس تصير توقف وتدافع عن حقوقها، للاسف ما بتعرف. طبعا اصدقائي كنا عم نسمع النائب السابق دكتور اسماعيل سكري رئيس الهيئه الوطنيه الصحيه الاجتماعيه. دكتور عاطف اليوم شو رايك باللي قاله الدكتور سكري بصراحه؟ صراحه في كثير من التجني، في بعض الامور صحيح يعني حصلت ومعه حق بانتقاده، مثلا مثل موضوع البطاقه الصحيه يلي توزعت على رئيس الجمهوريه والى اخره، هيدي صارت باجراء ضمن وزاره الصحه حين هيدي ما فيها قانون. نعم. ما صار في يعني دراسه اكتواريه جديه مسؤوله، ولا صار في دراسه لاقتراح قانون مفصل وانشغل بالمجلس النيابي. نعم. ولا وصل على لجنه الصحه ولا على الهيئة العامة ولا لأي محل، كان غير أصبح وضع. طبعا غير وضع. تاني شيء موضوع المستشفيات الحكومية، في مستشفيات حكومية عندها بعض التعثر، إنما أنا بقدر أقول لك إنه المستشفيات الحكومية وعلى رأسها مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري عم تعطي مئات الألاف من الخدمات بالسنة لمواطنين محتاجين. أوكي. نحن يعني ما لازم نشوف النص الفاضي من الكباية، خلينا نشوف النص المليان. نعم. في مستشفيات عم بتقوم بواجباتها، في مستشفى تنورين، مستشفى النبطية، مستشفى ظهر الباشي، من أنجح المستشفيات. وهن مستشفيات حكومية، وفي غيرهم أيضا بزحلة وببعلبك وبالهرمل كمان عم يشتغلوا، عم بيقدوا خدمات. هلا طبعا في إمكانية لتحسين هذا الوضع ما في شك، ولكن هذا ما بيعني إنه هذه المستشفيات ما عم بتقوم بواجباتها. طيب موضوع الدواء، موضوع الدواء ساعة النائب كان عم بيقول الدكتور سكري انه البطاقه ما بتلحظ الدواء، انت كنت وضحت قبل. لا، في انا قلت هيدي البطاقه. نعم. بتامن الدواء الادويه للعلاجات المزمنه وللامراض المستعصيه. نعم. الادويه اللي عم تقدمها وزاره الصحه هيدي البطاقه فيها بتامنها ايضا. اوكي. هلا مش 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 كل الادويه طبعا، انما ولانه الدواء بلبنان غالي، انا كنت عملت بعده غالي؟ لا رخيص، هلا رخيص بس يعني هو شيء باجراءات معالي وزير الصحه. نعم. اللي رخص الدواء 20 22% بشكل عام. ثاني شيء الوصفه الطبيه الموحده اللي اجت نتيجه الاقتراح اللي تقدمت فيه انا بتعديل المادتين 46 و 47 من قانون مزاوله مهنه الصيدله،
هذه اجت الوصفه الطبيه الموحده لحتى تساعد باستعمال الجينيريك بدل الادويه اللي عندها اسم تجاري. والوصفه الطبيه الموحده المفروض تنعكس تنزيل باسعار الادويه 30 و40 حتى 50%. فاصبح هذا الموضوع موضوع بده معالجه، بده معالجه من عده جهات، مش من جهه واحده بس. مش انه البطاقه بدها تامن كل الادويه، لا، البطاقه بتامن الادويه للامراض المزمنه والامراض المستعصيه. منتبه معك، ولكن بعد توقف هلا في شغله، في شغله بعد لازم نقولها. هلا فينا نقولها بعدين بعد البريك. اصدقائي تابعونا بعد البريك مع سعاده النائب الدكتور عاطف مجدلاني رئيس لجنه الصحه العامه والعمل والشؤون الاجتماعيه بمجلس النواب. بريك وبنرجع. متابعين معكم مشاكل وحلول مع ضيفنا سعاده النائب دكتور عاطف مجدلاني. الكلام لك للتابع دكتور. كنت بدي اقول انه هذه البطاقه ايضا هي بدها تشجع على يعني عمل المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه حتى، ولكن خارج يعني خارج المدن، تشجيع العمل، عمل المستشفيات في المناطق النائيه. بمعنى انه المريض اذا تنقول مريض من عكار بده يفوت على مستشفى حكومي بعكار، ما بيدفع ولا فرنك، ولا فرنك بالبطاقه هاي. بيبرز البطاقه وبيفوت على المستشفى ما بيدفع ولا فرنك. واذا غير عكار بده يدفع يعني؟ اذا غير عكار بده يدفع 5%. اوكي. يعني كل مواطن اذا بإدار قضاء ومحافظته ما بيدفع شيء بالمستشفى الحكومي. اوكي. ما بيدفع. اذا انا من بيروت بدي فوت مستشفى حكومي بيروت ما بدفع. ما بتدفع لا طبعا. بس اذا كنت غير محل بدي ادفع. صحيح. كذلك الامر بالنسبه للمستشفيات الخاصه. نعم. المستشفى الخاص اللي عندك بمنطقتك بتدفع 10%، خارج المنطقه 15%. يعني في تسهيلات لتشجيع عمل المستشفيات بالمناطق، مش بس المستشفيات بالمدن. طيب دكتور عاطف، بدك تسمح لي اليوم نيابه المعوقين يعني كان في لهم موقف وقالوا انه البطاقه الصحيه الالزاميه اللي عم تشتغل عليها شك بلا رصيد، مثل ما قال دكتور اسماعيل سكري. ليش يعني حكموا سلف على شيء تجربي لانه كبطاقه القانون 220 على 2000 مع وزاره الشؤون والصحه اعتبروها شك بلا رصيد؟ بس هيدي انت عم تشرح غير معايير كليا. طبعا طبعا غير معايير، وبعدين يعني غير بنيان. هيدي البطاقة لها بنيان الخاص يلي بيقدر يقول الإنسان إنه هذا البنيان بده يعطي هذه النتيجة اللي نحن عم نرجوها من هذا القانون. طب هالقانون شو بده اليوم اللي عم تشتغله وعم تحكي عنه؟ شو بده بعد ما أنت عملت شغلك كرئيس لجنة الصحة وحولته للإدارة والعدل وبعدين إلى لجنة المال؟ نعم. شو قوم نروح بعدين في مراسيم تطبيقيه. قديش ما هو القصه وين؟ تفضل. القوانين مش بس انه طلعت بيطلع القانون، لا، في قوانين كثير بده شيء اسمه مراسيم تطبيقيه. مثل القانون 220 على 2000 ما له مراسيم تطبيقيه. المراسيم التطبيقيه بتقوم فيها الوزارات المعنيه. اوكي. مش المجلس النيابي. نعم. هلا المجلس النيابي المفروض يسهر عليها، بيرجع المفروض يسهر المجلس النيابي على اصدار هذه المراسيم حتى القانون يصير نافذ. نعم. اوكي. في اكثر من 50 قانون بعتقد ما فيهم مراسيم تطبيقيه يعتبر ومش عم مش عم يتطبقوا. نعم. هلا موضوع البطاقه، بطاقه المعوق، صحيح فيها اشكال كثير كبير، ولكن انا بعتقد هيدي البطاقه بدها تسهل موضوع كل تقديمات وزاره الشؤون الاجتماعيه، لانه رح يصير في مشاركه وتشارك بين وزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره الصحه حتى يقدروا يامنوا التغطيه الصحيه للمعوق. فلذلك نحن عم نشتغل على انه يكون في هذا التعاون بين الوزارات. نعم. خدمه للمواطن، خدمه للمواطن. نحن بهمنا المواطن كيف نقدر نامن له الخدمة الصحية الضرورية اللازمة بأفضل ظروف، بأفضل مستوى، وبأقل ثمن ممكن. نحن عملنا جولة بالأسواق يعني تنسأل الناس والمواطنين شو بيعرفوا
عن هذه البطاقة اللي بلشوا يقروا، يعني وقت اللي بقول لك واحد شيك بلا رصيد وواحد يعني مع كل تقدير لما تنزل موقعه بشكك البعض الآخر عم بيحكوا على بعض السوابق. مزبوط، على بعض التجارب السابقة نعطيهم حق ولا لا؟ جزء منه طبعا في معهم حق، ما في شك. انا رحاب الصدر بتتقبل يعني طبعا اكيد. لا وبعدين معهم حق انه اذا في شغله حق ليش بدي ارفضها انا؟ شغله مزبوط يعني موضوع بطاقه المعوض إيه اكيد. نعم. شك بلا رصيد كان. نعم. ولكن نحن مع هذه البطاقه بنتامل انه لا نعطيها رصيده. خلينا نشوف سوا جولتنا بالاسواق شو اثمرت من خلال بعض الاراء اللي بنتابعها سوا. هي بطاقة صحية، المهم يلي ما هو منه مضمون، يلي ما في حدا بيعينه، يلي عم بيموتوا على أبواب المستشفيات، يلي عم بيصير فيهم بلاوي. أقل شيء أقل شيء بهالدولة ندفع كل شيء نحن، بس ما بنستفيد شيء. وبعد ما خلص أنا سن التقاعد وأطلع على التقاعد يطلع لي بطاقة صحية ولا بدي أتبهدل بالمستشفيات؟ اي طبعا بهمني يكون عندي بطاقه صحيه لانه بتامني انا وعائلتي اي حادث اي شيء في مين يدفع عني اذا انا عم بدفع له، يعني بالنهايه بغطيني، ما بنزت على باب المستشفى بدون ما حدا يغطيني وبدون ما حدا يسافني. يعني منيحه لكل اللي بيكبروا بالسن كمان بالاخير، يعني كثير منيحه لكل الناس، يعني فيها فائده. المفروض يكون في بطاقه صحيه، بعدين شو ناطرين؟ يعني ما العالم عم تموت، مستشفيات بدك تفوت على مستشفى كمان ما حدا عم بيستقبلك ولك ما في دخول ما فاضيين. في احلى من هذا ان شاء الله، اللي بنتمنى يعني كلبنانيين المفروض يكون متقدمين اكثر من كل بلاد العالم. بطاقه صحيه ضروريه باي بلد بالعالم موجوده الا اكيد ما بتطبق، لانه هذه الدوله حكي بس وكلام ما في شيء بيتطبق، بس هي بتساعد اكيد بتساعد، بس بهيك دوله ما في شيء بيتصدق، ما في شيء بيتنفس بلبنان للأسف الشديد. ومع كل التقدير لكل هذه الآراء، صدق يلي قال عنك وزير صحة بظل هو الوزير وزير الصحة وائل أبو فاعور، يعني عم بتحاول أنك تعطي المستطاع، ولكن لاحظ الناس في منهم خايف في منهم طبعا مؤمن أنه هذه البطاقة سترى النور، والبعض الآخر بيقول لا. سيد أولا حق العالم تخاف. نعم. حق العالم تشك، لأنه في سوابق بتخليهم ما يكون عندهم الثقة اللازمة بالدولة وبإدارات الدولة. موضوع الثقة كتير مهم، ونحن عم نشوف انه هيدي الثقة اما كتير ضعيفة واما معدومة بين المواطن والدولة. شوف موضوع النفايات شو صار. اساسه عدم وجود ثقة بين المواطن ودولته. في لها تداعيات صحية كمان عم بيصير. نعم. عم بيكون تداعيات صحية لموضوع النفايات. طبعا ما مش عم بحكي أكيد تداعيات صحية، وبعدين للأسف لو بدنا نحكي شوي خارج الموضوعنا، للأسف إنه في حدا قدر يقتل دماغ الناس بشكل إنه يخليهم يقبلوا المكب العشوائي يلي هو نبع الأمراض نبع الميكروبات ويرفضوا المطمر الصحي. عم نحكي عن إصرار يعني؟ مكب إصرار ولا عم بحكي عن عم بحكي عن مبدأ المكب العشوائي والمطمر الصحي. المكب العشوائي خزان للميكروبات وللأمراض للقوارض. اوكي هيدا مقبول. والمطمر الصحي يلي بيحمي مرفوض من هيدي الأمراض ومن هاي القوارض مرفوض. يعني دكتور انت كل المواضيع اللي بتحكي عنها يعني عم بتحاول تعالجها بوقتها ومتابع لها، موضوع الاعشاب، موضوع الدخان وين اليوم، هل الثقه ما زالت موجوده اليوم؟ نشوف احنا بمناطق وبقلب بيروت، ومع تحيه لسعاده محافظ مدينه بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس البلديه وكل المعنيين، صارت محلات يعني لا تستوفي الشروط، ما بدخن الواحد ببيته بده يلتزم بالقانون، بتطلع الدخنه لعنده من تحت لفوق من روح على البلديه يوم واثنين وثلاثه بذريعه انه في اجراءات روتينيه ومراقب مالي بده يروح ومراقب صحه ونعطي انذار. يعني ما عم بفهم شو عم بيصير. هيدي ببيروت، وفي عندنا شكوى من شارع الضناوي، ساعتك كنا عم نحكي تحت الهواء وقلت لي انت تابعت شكوى من هذا النوع. صحيح. بطريق جديده وبغيرها ما بيصير بين البيوت يصير في محلات يبيعوا رجيل دليفري جاهزه. صحيح. لا خاصة انه عم تطلع الدخنة على البيت على البيوت
وعم بيضرروا الناس بالنتيجه. بلاش بس ما بياخد حق الضغطي. لا يعني لا في اشياء مش معقول مش مسموح فيها. بتعنيك هيك شكوى؟ لانه قلت لي تبعت وحده منها بطريقه جديده. انا مستعد تبع اي شكوى من هالنوع، انا مستعد تبعها مع الجهات المعنيه، ان كان بلديه ان كان محافظه ان كان وزاره اي ان كان الاداره المعنيه، انا مستعد تابع. طب اذا المستثمر بيقول لك انا مغطي بلديه بيروت وما عندي مجال، ما عندي مشكل بلديه بيروت، على وين عم نحكي؟ شو معناتها؟ لا بكون في شيء غلط، بكون في شيء غلط اكيد، ولازم يتوضح هذا الموضوع. وانا ما بعتقد انه البلديه بتسمح بهيك موضوع ازعاج للناس، ومش ازعاج بس، تسبيب خطر، تسبيب خطر على الصحه. فلذلك انا ما بعتقد انه البلديه بتوافق على هيك موضوع. طب سيدي، من خلال كل المعطيات بنقول انت عم تسعى دائما كمشرع لحتى تكون حد كل الناس، وتشوف يعني الثغرات اللي من خلالها بتقدر انت تبني قانون لحتى نرفع جدار ويكون حامي لصحه الناس، والكل بيلاحظ فيك هالشيء. نحن هلا عم نحكي عن هذا القانون اللي هو كتير مهم، وبتمنى ان يرى النور قريبا وقريبا جدا بعد لجنه الاداره والعدل واللجنه النيابيه يعني. بس بوقت قديش بده وقت يعني؟ دائما بهمنا نحكي عم نحكي عن اشهر اسابيع سنين. لا ممكن تحصل باسابيع. موافقه لجنه الاداره والعدل والمال والموازنه يعني اذا بدك شهر شهرين بالكثير هذا القانون بده يصير بالهيئه العامه. هلا المشكله انه الهيئه العامه ما عم تجتمع لانه في فراغ، لانه ما في رئيس جمهوريه. نعم. ولانه عمل المجلس النيابي مشلول ومعطل. انا اللي بهمني اني اقول انه ببداية حديثنا حكينا عن أربع فئات. نعم. أستاذ الأولى حكينا عن خاصة عن فئتين، فئة الضمان الاجتماعي يلي بيصير عمره واحد 64 سنة بيروح على التقاعد ما بقعد حدا يتعرف عليه، أوكي، ونص كان اللبناني اللي عم يتحكموا حساب وزارة الصحة. اللي بدي أقوله نحن عم نشوف كيف فينا نعمل تغطية صحية تحفظ كرامة المواطن. نعم. للجميع. في هذا القانون موضوع البطاقة الاستشفائية. نعم. الإلزامي. نعم. اللي إن شاء الله بيشوف النور قريبا إن شاء الله. في قانون أيضا اقتراح كمان من كتلة التيار المستقبل مثل هذا الاقتراح، اللي هو تأمين ضمان المرض والأمومة للمتقاعدين من الضمان. هذا مرق بكل اللجان ويحوي بمكتب الرئيس، وحاول دولة الرئيس نبيه بري يحطه على جدول الأعمال الجلسة الماضية. شو صار؟ اعتبر مش ضروري للتشريع، مع الأسف الشديد مش من ضرورة التشريع. المهم أنه بقانون البطاقة الصحية وقانون المتقاعدين من الضمان نحن عم نأمن تغطية صحية لكل المواطنين حتى آخر يوم من حياته. طول عمرك. أنا بدي أشكرك سعادة النائب دكتور عاطف وجلاني لكل هذه الجهود. الله. وإن شاء الله نحن وإنت دائما عبر شاشة الأم تلفزيون لبنان نلتقي لحتى نقدر نرافق الناس بمواضيع من خلالها أنت بتقلون هذه حلول لمشاكل سبق وعانيتوا منها. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا. طول عمرك. وعمرك. أصدقائي وصلنا للختام، بكرة بنلتقي معكم بحلقة جديدة عبر تلفزيون لبنان. إلى اللقاء.